السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنستكمل الجزء الثاني من الملاريا. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن اللايف سايكل والمورفولوجي بتاع الفور سبيشيز اوف البلازموديوم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الكلينيكال بيكتشر والكومبليكيشن وازاي بيحصل دياجنوزز والتريتمنت وازاي اعمل بريفنشن، خاصة لو حد مسافر لمنطقة انديميك بالملاريا. اول حاجه معانا هي الكلينيكال بيكتشر. عندنا حاجه اسمها الانكيوبيشن بيريود، اللي هي فتره السكون كده، وده الوقت اللي بيبقى ما بين الانكيوليشن بتاع السبوروزايت جوه الجسم مع عضه الانافلس لحد اول ظهور للكاركترستيك باروكسيزم بتاع الملاريا، ودي بتاخد لها من اسبوع لخمس اسابيع على حسب نوع البلازموديوم اللي بيتحط. تاني حاجة البرودرومال سيمتومز والسايكلز الأولى من المالتيبليكيشن، دي بتعملي شوية صداع على وجع في العظم على سخونية. فأنا لو في منطقة مش انديميك للملاريا، الدكتور صعب جدا يجي في باله ان دي أعراض ملاريا، فبيحصل ميس دياجنوزز على انها انفلونزا عادية. تمام. بعد كده الملاريا الباروكسيزمال اتاكس، ايه سبب الاتاكس دي؟ احنا عندنا التروفوزايت هتكمل اللايف سايكل بتاعتها جوه الار بي سيز، بعد كده بيحصل ايه؟ بيحصل رابشر للار بي سيز، وهتخرج منها بقى النيوروزايتس والتوكسينز والبارازايت ديبري والملاريا البيجمنت والبايروجينز. الحاجات دي كلها بتعمل انفلاماتوري ريسبونس. والباروكسيزمال بيريوديسيتي دي هي كلمه باروكسيزم، يعني الاعراض بتحصل على هيئه اتاكس متكرره. تمام. البريوديسيتي بتاعتها بتبقى على حسب الديوريشن بتاع الاريثروسيتيك سكيزوجيني سايكل اللي بيحصل بعدها ايه؟ رابشر للار بي سيز والتوكسينز بتخرج. تمام. عندنا في البلازموديوم فايفكس والبلازموديوم اوفال، الموضوع ده او الباروكسيزمال اتاكس بتتكرر بشكل منتظم كل تاني يوم. يعني مثلا هنقول السخونية، انا عندي سخونية النهاردة الاثنين، بكرة الثلاث مفيش حاجة، الاربع الموضوع هيتكرر تاني. ده في الفايفكس واوفال. اما في البلازموديوم مالارياي الموضوع بيتكرر كل تالت يوم، عندي سخونية الاثنين، الثلاث مفيش، الاربع مفيش، هتيجي تاني الخميس. في الفايفكس والاوفال دي بيبقى اسمها بيناين تيرشيان مالاريا، اما في الملارياي اسمها كوارتن ملاريا. في البلازموديوم فالسيبارم بقى هو الموضوع بيتكرر كل تاني يوم زي الفايفكس والاوفال، لكن عادة بتبقى بشكل مش منتظم، فبيطلق عليها مالجننت تيرشيان ملاريا لان ما عنديش سينكرونيسيتي في الرابشر بتاع السكيزونت. طيب خلونا نشوف بقى السيمتومز والساينز اللي بتحصل. الباروكسيزم دي بتعدي من خلال 3 ستيجز. اول حاجه الكولد ستيج، دي بتاخد لها نص ساعه لساعه، البيشنت بيحس ان جسمه سائع وفيه شيفرنج بيترعش، طبعا اللي هي بتحصل مع ايه؟ مع اي حد بيبقى عنده برد عادي. طيب بعد كده الهوت ستيج، دي بتاخد لها 4 لـ 6 ساعات، بيبقى فيه فيفر، hot dry skin, flushed face, full rapid pulse, headache, nausea, vomiting, convulsion. بعد كده السويتنج ستيج، ودي يعني بتاخد لها من ساعه لساعتين، درجه الحراره هنا بتنزل بسرعه علشان كده بيحصل السويتنج والصداع هيختفي والبيشنت هيحس بقى ان هو تعبان ومرهق ومش قادر. تمام. ده بالنسبه للباروكسيزم اللي بتتكرر بشكل ريجولر. عندنا ايه تاني من السيمتومز والساينز؟ عندنا الانيميا، نوعها ايه؟ نوعها هيموليتيك، لان احنا عندنا اصلا الملاريا دي ايه؟ بارازايت اوف بلاد فيسل اللي هي البلازموديوم. ودي بتعمل ايه؟ بتعمل ديستراكشن لاعداد كبيره من الاريثروسايت، فالهيموجلوبين هيقل. تمام. فبتحصل الانيميا، والانيميا هنا بتبقى سيفير في انهي نوع من البلازموديوم؟ في البلازموديوم فالسيبارم. ليه؟ بسبب الهيفي بارازايتيميا اللي بتحصل معاها، العدد الكبير من الميروزايتس اللي بيخرج من الليفر سكيزونت، وكمان لان السبيشيوز دي بتعمل انفكشن لكل الايجز بتاع الار بي سيز اللي لسه طالعه لحد الاولد ار بي سيز، وبيحصل رابشر للباراسايتايزد والنون باراسايتايزد ار بي سيز.
عندنا ايه كمان؟ جوندس. ليه؟ لان الهيموجلوبين اللي خرج من الار بي سيز ده بيتحول لبيليروبين، فهيبقى عندي هايبر بيليروبينيميا فيعمل لي جوندس. عندنا كمان الليفر والسبلين هيكبروا، اللارجد تندر، يبقى الملاريا دي سبب من اسباب التندر ليفر، وده بيبقى بسبب الهايبر بليزيا اللي بتحصل للريتيكولو اندوثيليال سيل كريسبونس للي حصل ده للريليز بتاع الميروزايت والبيجمنت والرابشورد ار بي سيز. طيب عندنا فرق ما بين كلمة ريلابس و ريكروديسنس. كلمة ريلابس معناها ان الاعراض بيحصل لها ريكورنس والبارازايت بيرجع يظهر تاني في البريفرال بلود فيلم في خلال فيو ويكس لفيو ييرز، يعني بعد اما عالجنا البرايمري انفكشن. سبب الريلابس ايه؟ ان حصل رياكتيفيشن للدورمنت هيبنوزايت اللي بتبقى موجودة في الهيباتوسايت، وتتكون ليفر سكيزونت اللي هترابشر وتخرج لي ميروزايت، تروح تعمل انفيجن للار بي سيز واللايف سايكل شغالة. الدورمنت هيبنوزايت موجودة في انهي سبيشيس؟ احنا اتفقنا ان هي موجودة في البلازموديوم فايفكس والبلازموديوم اوفال. ما بتحصلش في حالات البلازموديوم فالسيبارم ولا البلازموديوم مالارياي. ليه؟ لان ما فيهمش هيبنوزايت. تمام. اما الريكروديسنس ديت بيحصل ريكورنس برضو للاعراض والبارازايت بيرجع يظهر في البريفيرال بلود فيلم في خلال فيو ويكس لفيو ييرز بعد علاج البرايمر انفكشن، لكن السبب هنا ان بيحصل رياكتيفيشن للبلود ستيجز اللي بتبقى لسه موجوده في اعداد صغيره من الار بي سيز بعد البرايمر انفكشن اللي حصل. طيب البارازايت هتفضل دورمنت في الار بي سيز ليه؟ مثلا البيشنت ما كملش علاج او جرعه مش كافيه. تمام. هتفضل موجوده دورمنت في الار بي سيز لحد ما الهوست اميون ريسبونس هتضعف، وبعد كده يحصل لها مالتيبليكيشن لليفل كافي ان هي تظهر الاعراض تاني ويحصل الكلينيكال إلنس. وهنا الريكروديسنس ديت بتحصل في كل السبيشيز بتاع البلازموديوم على عكس الريلابس اللي بتحصل مع البلازموديوم فايفكس والبلازموديوم اوفال. طيب ننتقل بقى لنقطة الدياجنوزز. عندنا كلينيكال دياجنوزز ولاب دياجنوزز. الكلينيكال دياجنوزز اللي احنا اتفقنا عليه في الكلينيكال بيكتور، اما اللاب دياجنوزز عندي طرق دايركت وطريقة اندايركت. الطرق الدايركت عندي الميكروسكوب، وده يعتبر الجولد ستاندرد لتشخيص الملاريا الميكروسكوب. ده انا بشوف البارازايت في الثين وستيك بلاد فيلم. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الثين بلاد فيلم ان انا باخد نقطة بلاد وبسحبها كده على منطقة كبيرة من السلايد، اما الثيك بلاد فيلم الثيك دي نقطة بلاد على سلايد وخلاص. تمام. يبقى انا بشوف البارازايت في البلاد فيلم مسبوغ بالجايمسة او الليشمانستين. وافضل حاجة ان انا اخد العينات دي اثناء الاتاك. تمام. ايه الفايدة بتاع السين والسك؟ السك سمير دي هتسمح لي ان انا اشوف البارازايت بسهولة بسبب التكسير بتاع الار بي سيز اللي عندي، لكن لما افردها على منطقة كبيرة من السلايد ده هيسمح لي ان انا اعمل مورفولوجيك ديفرنشيشن علشان اعرف افرق ما بين البلازموديوم سبيشيز بسهولة. تمام. واحنا اتفقنا ان في البلازموديوم فايفكس واوفال ومالارياي كل الاريثروسيتك ستيج ممكن الاقيها في البريفيرال بلود، اما في البلازموديوم فالسيبارم بلاقي بس ايه؟ الرينجس والجاميتوسايتس. تمام. طيب عندي حاجه تانية في الدايركت ميثود اللي هي البلاد كونسنتريشن تكنيك بالكيو بي سي كوانتيتيف بافي كوت. في التكنيك ده بجيب انتي كواجوليتد بلاد واعمل له سنتريفيوجيشن في كابيلاري تيوب كوتد بفلوروسنت داي اكريدين اورنج. بعد السنتريفيوجيشن ده الملاريا بارازايت هتبقى كونسنتريتد تحت البافي كوت لاير. ماشي. عندنا كمان ان انا اعمل ديتكشن للسيركيوليتنج انتيجين، ان انا ادور على الانتيجين دي طريقه دايركت، وده يعتبر رابيد تيست وسامبل وسنسيتيف وسبيسيفيك، او ان انا ادور على البلازموديوم سبيسيفيك جينز بايه؟ بالبي سي ار. عندي بقى الطريقه الاندايركت
ان دايركت يعني انا ادور على الانتي بودي، ده اميونو دايجنوزس، بدور على الانتي بودي في السيروم بسيرولوجيكال تيست زي الاي اتش اي والاي اف اي تي والإلايزا. الحاجات دي بتبقى مهمه للسكريننج البلاد دونرز. تمام، ده بالنسبه للدايجنوزس. نيجي بقى للتريتمنت. انا عندي جنرال ميجرز زي اي انفكشن، ان هو يريح في السرير، يعمل كمادات ميه ساقعه، انتي بايريتكس، سيداتيفز علشان الصداع، ويظبط الفلويد انتيك والسولت بالانس. بعد كده عندي الانتي مالاريال دراجز، ودي المهم في الموضوع، ودي بتبقى كلاسيفايد على حسب التارجت بتاعها، هي راح تاثر على انهي ستيج في اللايف سايكل بتاع البلازموديوم، علشان كده عندي كذا نوع. اول حاجه تيشو سكيزونتيسايدال دراج، دي بتشتغل على البرايمري تيشو ستيج في الليفر، يعني المرحله بتاع البلازموديوم لما يبقى بيحصل له جروث في الليفر ورايح يبدا الاريثروسيتك ستيج، هنا الدواء ده بيجي ويعمل بلوكج للمرحله دي، يعني هيمنع الانفيجن بتاع الار بي سيز، فده اكنه بيعمل لي ترو بروفيلاكسس. الموضوع ده ثيوريتيكالي ليه؟ لان مستحيل ان انا اقدر اتنبأ بالانفكشن ان هي هتحصل للشخص وامتى هتسيب الليفر وتروح على الار بي سيز علشان اديله الدراج ده. تمام، زي ايه؟ زي البايريميثامين، وعندي كمان الايت امينو كينولينز زي اللي هو البرايماكين. تمام، يعني انا المهم عندي فيه ايه؟ البرايماكين، ده اللي بيجي في الاسئله. طيب تاني نوع الانتي ريلابس تيشو سكيزونتيسايدال دراج، ده بيمنع ايه؟ بيمنع الريلابس، والريلابس سببه ايه؟ الهيبنوزايت. معنى كده ان الادوية دي بتشتغل على الليتنت هيبنوزايت، فبالتالي هتمنع الريلابس في انهي انواع؟ في البلازموديوم فايفكس والبلازموديوم اوفال، وكده ديت سبب من اسباب الراديكال كيور، بتعالج بشكل تام. زي مين الدواء ده؟ البرايماكين اللي هو الايت امينو كينولين. طيب تالت نوع البلد سكيزونتيسايدال دراج، يعني ده بيشتغل على ايه؟ على الاسكشوال اريثروسيتك ستيج، يعني هيعمل ترمينيشن للكلينيكال اتاك. ما هو سبب الاتاكس دي ايه؟ هي الاريثروسيتك ستيج. تمام، فمعنى كده ان البلد سكيزونتيسايدال دراج بترمينيت الكلينيكال اتاك، ودي تعتبر اهم حاجه في العلاج. نخلي بالنا ان الانواع دي ما بتاثرش على اي ستيج غير الاريثروسيتك ستيج. تمام، زي مين؟ الكلوروكين اللي هو 4 امينو كينولين. تمام، عندي حاجات تانية بس انا يهمني الكلوروكين، ده اللي بيجي في الاسئله. بعد كده عندنا الجاميتوسايدل، ده بيدستروي كل السكشوال فورم اللي هم الجاميتوسايت اللي موجوده في البلد، حتى بتوع البلازموديوم فالسيبورم. معنى كده ان هي بتمنع الترانزميشن بتاع الجاميتوسايت دي للموسكيتو اللي هي الانوفلس. تمام، زي مين؟ البرايماكين. عندي بقى الجاميتوستاتيك دراج، كلمة استاتيك معناها انها بتعمل انهباشن، بس بتعمل انهباشن لايه؟ للترانسفورميشن بتاع الجاميتوسايت لأوسيست وسبوروزايت في الميدجات بتاع الموسكيتو، فبالتالي هتمنع بقى الترانزميشن بتاع الانفكشن وكده. مين اللي بيعمل كده؟ البرايماكين. يعني يتهيألي كل اللي احنا قلناه هو البرايماكين ما عدا البلود سكيزونتسايدال دراج هو الكلوروكين. تمام، طيب نشوف بقى دلوقتي، احنا شفنا الانواع، لو انا جالي مريض ملاريا همشي على ايه؟ ده انا علشان اعالج ملاريا لازم اقصر كل الاسكشوال بلود فورم علشان انهي الكلينيكال اتاك دي، واكسر كمان الاكزو اريثروسيتك فورم زي الهيبنوزايت اللي هتبقى موجوده في الليفر علشان امنع الريلابس، واكسر الجاميتوسايت علشان امنع ان هي تتنقل للموسكيتو وترجع تصيب انسان تاني. فانا يهمني هنا ان انا هعمل كومباينيشن لاكتر من دراج. تمام، طيب دلوقتي هنعالج الريلابسنج ملاريا. ايه هما الريلابسنج ملاريا؟ الفايفكس والاوفال. هعالجهم بايه؟ انا اول حاجه هكسر الاسكشوال بلود فورم بايه؟ بالكلوروكين، بدي 600 مللي اللي هم 4 تابلت 4 تابلت، ده كانيشال دوز اورال. بعد كده 300 مللي كل 6 ساعات في اول يوم، وبعد كده 300 مللي يوميا لليومين اللي بعد كده. ماشي،
طيب عايز اعمل ايه كمان؟ اكسر الهيبنوزايد بالايه؟ بالبرايماكين، واكسر الجاميتوسايت برضو بالبرايماكين. فانا بدي برايماكين دوت 2 تابلت من اليوم الثاني لحد اسبوعين. طيب معانا كمان ازاي نعالج النون ريلابسنج مالاريا اللي هم البلازموديوم فالسيبارم والبلازموديوم مالارياي، وكمان البلازموديوم اللي بيتنقل عن طريق ترانسفيوجن او من الام للجنين، سواء بقى كان من اي نوع، فايفوكس، اوفال، فالسيبارم، مالارياي، لان في الحاله دي مش هيأثر على الليفر فبالتالي مش هيحصل ريلابس. مين الدراج اللي هديه هنا؟ ده دراج يأثر على الاسكشوال اريثروسيتيك ستيج اللي موجوده في البلد اللي هو الكلوروكين لثلاث ايام، واحنا هنا معانا الفالسيبارم اللي اتفقنا انه بيعمل حاله خطيره، يبقى في السيفير اكيوت اتاكس اللي معاها فوميتنج او سيريبرال كومبليكيشن انا هدي الدراج ده عن طريق انتروفينس انفيوجن لحد ما الشخص ده يقدر ياخد الدراج اورال. تمام. طيب معانا كمان ازاي نعالج الريزيستنت فالسيبارم مالاريا، يعني مش بتستجيب للكلوروكين، كلوروكين ريزيستنت، هدي كومباينيشن ثيرابي بقى زي الفانسي دور ده اللي عباره عن بايريميثامين وسلفادوكسين، او فانسي ميف ده عباره عن بايريميثامين وسلفادوكسين وميفلوكين. تمام. طيب ازاي نعالج حاله البلاك ووتر فيفر بالكلوروكين او البايريميثامين؟ ما اديش كنين ولا برايماكين، التو دراجز دول كونترا انديكيتد لانهم ممكن يعملوا هيموليزيس. تمام. طيب دلوقتي احنا عندنا شخص هيلثي عايز يسافر لمنطقه اندمك، هديله ايه كبروفيلاكسيس؟ هديله طبعا انتي مالاريال دراج، يعني هديله ايه يعني؟ طيب هدهاله اسبوع قبل ما يدخل الانديميك اريا، وطول ما هو قاعد هناك، ولمده 4 اسابيع بعد ما يسيب الانديميك اريا دي. تمام. هدي ترو بروفيلاكتيك تريتمنت اللي هم ايه بقى الترو بروفيلاكتيك؟ اللي هم التشو سكيزونتيسايد، هنا بقى جاء اهميتهم اهو، اللي هم البايريميثامين مره في الاسبوع. وهدي كمان كلينيكال بروفيلاكسيس اللي هم البلد سكيزونتيسايد، كلوروكين مره في اليوم او ميفلوكين مره في اليوم، وده يعتبر الدراج اوف تشويس كبروفيلاكسيس. طيب للبروفيلاكسيس بقى في المناطق اللي عندها مالتي ريزيستنت سترين هستخدم ايه؟ هستخدم كومباينيشن زي الفانسيدور مره في الاسبوع. تمام. طيب عندنا حاجه بقى اسمها الملاريا سيرفي، دي انا بعمل اكزامينيشن لمنطقه كده فيها ملاريا علشان احصل على انفورميشن هتسمح لي بكنترول كويس. في السيرفي دي هيومن فاكتور وانوفيلين فاكتور. الهيومن فاكتور عندي بارازيتيك اندكس، دي نسبه البوبوليشن اللي فحصتها ولقيت البلاد بتاعهم عندهم بارازايت. سبلينيك اندكس، نسبه الناس اللي فحصتها ولقيت عندهم سبلينيك انلارجمنت. هيموجلوبين اندكس، ده نسبه الناس اللي انا فحصتها ولقيت عندهم انيميا او نقص الهيموجلوبين. مين اهم واحد في دول في رايكم؟ ها، البارازيتيك اندكس هو الموست انديكيتيف. ليه؟ لان انا عندي اسباب تانية كتير قوي ممكن تعمل سبلينيك انلارجمنت او انيميا. تمام. طيب بالنسبه للانوفيلين فاكتور عندي لللارفا والادلت. لللارفا في سيرفي للانوفيلس لارفا علشان اشوف البريفلنت سبيشيز، وعندي سيرفي للادلت اللي هم الفيميل انوفيلس علشان اشوف برضو البريفلنت سبيشيز والهابتس بتاعتهم. عندي الاووسيست اندكس، دي بعمل دايسكشن للجوتس علشان اشوف نسبه الموسكيتو اللي عندها اووسيست. وعندي سبوروزايت اندكس، ده بعمل دايسكشن للسليفري جلاند علشان اشوف نسبه الموسكيتو اللي عندها سبوروزايت. مين اهم واحد في الاثنين دول؟ السبوروزايت اندكس هو المور انديكاتيف. ليه؟ لان الاووسيست ممكن ما يحصلهاش ديفلوبمنت للسبوروزايت. تمام. نيجي بقى لاخر حاجه وهي ازاي اعمل بريفنشن وكنترول. اول حاجه بروفيلاكتيك تريتمنت للناس اللي مسافره الانديميك اريا علشان امنع ان هم ياخدوا الانفكشن. تاني حاجه اعالج البيشنت. تالت حاجه اقلل الجاميتوسايتس من الكاريرز بجاميتوسايدل وجاميتوستاتيك دراجز علشان امنع الترانسميشن. اكونترول الانوفيلس موسكيتو.
احمي الناس من عض الموسكيتو ازاي؟ ان انا اعمل سكريننج للهاوسز، استعمل انسكتسايدز اللي هي مبيد حشرات وحاجات من دي، انسكتسايد امبريجنيتد نتس اللي هي زي الشبكات او الحاجات اللي كانت بتتحط على السراير زمان دي علشان الناموس ما يدخلش، الناموسيه بيبقى عليها انسكتسايد، وحاجه تانية اللي هي الانسكت ريبيلنت اللي هي طارد الحشرات، ماشي. وكمان يعني نحاول ان احنا نطلع فاكسينز تمنع الانفكشن او تقلل السيمتومز او حتى توقف الترانزميشن. تمام، في اي حاجة مش مفهومة؟ لو حد عنده اي سؤال او اي حاجة في اي مادة مش فاهمها يبعتلي اللينك، الفيس والتليجرام موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.